مخالفه؟ شنو؟ انا اسالك انت تسالني شنو مخالفه؟ مخالفه ما عندي. شو ما عندك؟ حلو الثقه. سيدي اجازتك سنويتك؟ سيدي فيما هي خاصه الثقه هي حلوه، لكن نريد نعرف على مود هو هم يعرف مخالفته. شنو مخالفه؟ لا هو يعرف، ما معقول اللي يدخل السياره ومغير ملامحها ما يعرف. لا نقول احنا باللغه العربيه الجلفيه تزويد، تزويد يعني. انا ما اعرف، لا انا لو ادري ما سوى رياضه. ها رياضيه هاي السياره؟ هي شنو هسه فيجو لو شنو؟ الانترا. اوكي زين، ملصقات الزينه والكتابات هم يعني قليله، انت يعني هذه كليتها وما منتبه عليها؟ لا بس بالباب. بس بالباب؟ إيه؟ والله مقصر. ليش؟ لانه من راح تتغرم حرامات قليله المخالف. اعطيني اجازتك وسنويتك. سيدي فيما يخص هذا الموضوع، هذا هيك الموضوع. نعم يعني احنا لو كانت الملصقات الزينه نعم. على قدر بسيط نعم نكتفي جزء بغرامتها بالشارع. نعم لكن هيش نوعيه نعم. من المخالفات يعني هذا مغير ملامح مركبه بالكامل نعم. وما ممكن ازالتها بالشارع، ندزها للقاطع نحجزها للسياره يتغرم نعم. وما تطلع السياره الا يزيل هاي الملصقات. هو مرحله الصدمه، هو اصلا مرحله الصدمه، هو ما يعرف المخالفه. انت انه بدك تقول انه واصله عنده مرحله انه حاله طبيعيه يعني هيك. اسمح لي، واصله بيه مرحله نعم. هيك ملصقات هيك نعم. مركبات نعم. انه واصله عده المرحله امور طبيعيه نعم. يعني من يقول هذا شيء طبيعي يعني اربع ابواب للسياره مغير ملامحها نعم. هذه هسه ايش تسوي بالشارع؟ هذه هسه بالشارع احنا ننظر لها وهو ينظر لها، ينظر لها فشيء بسيط نعم. لكن كل الماره وكل المركبات اللي ماره نعم. تحاول تجذب الانظار على هذه المركبه صحيح. مما يسبب حوادث أكيد. حوادث خطره. سيدي اجراءكم فيما يخص هذا المخالفه؟ هو لازم تنحجز السياره وينزال تنزال هاي الاسباب. نعم نصيحتك الى نفسك؟ شنو نفسي انا لو ادري ما اسوي يعني. هسه بعد هي صارت اي شلون صح هسه نفسك؟ شلون صح نفسك؟ ايش ما انصح؟ يعني بعدك مصر؟ ما مصر، انا لو اعرف ايه؟ ما اسوي يعني. انا اطلع على باب الله يعني بشرف اغرم روحي يعني شنو؟ لا مستحيل طبعا. يعني احنا واجبنا هو خدمتك. تقريبا سنوين صار لك قد ما يشتغل يعني ليش هي ثاني ذاك؟ ايش قصارك وش تقريبا 9 اشهر. سيدي هسه الخلل بالمرور، لا صار له 9 اشهر ما نزمتها. هسه اليوم نزمناه؟ اي مو هو دا يقول لعد صار لي، هو اصلا دا يحاججنا انه دا يقول اكو خلل. اذا نعالج لك الموقف. النار متصعدتوها على الهزه ما شفتوها شلون اليوم راح نعالج لك اياها. يلا تمام ان شاء الله راح يتعالج الموقف.